زي انت تلجت بجنيه. الزهق وحش، قاعده زهقانه، فقررت قلت طب ما اقوم ازين التلاجه بتاعتي او اشوف لاي شغلانه. فجت في دماغي الفكره دي، تعالوا نشوفها مع بعض. ازيكم؟ فيديو النهارده بيتكلم عن ان انا زينت تلاجه بجنيه. اكيد مش الجنيه اللي هو طلع معاكم في اول الفيديو، لا دي حاجه ثانيه بجنيه. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. تمام، بصوا انا عن نفسي بحب ازين التلاجه بتاعتي على طول بورق، يعني بحب احط مثلا لو رسمت اي حاجه اعلقها على التلاجه، حاجات يعني من صنع ايدي. يعني بحب ان انا اما بعمل حاجه احطها اقرب نفسي علشان كل ما اشوفها يعني احس ان في حاجه من التاتش بتاعي او حاجه مني هي اللي على تلاجتي. تمام، فانا جيت النهارده جه في دماغي الفكره دي انا جايباه من على بنترست، المرجع الرسمي بتاعي اساسا. المهم بقى حصل ايه، قلت هطبعهم، طبعتهم الورقه بجنيه. عرفتوا بقى التكلفه بجنيه ليه؟ يعني انت لو طبعتيها عند الراجل هقول لك الورقه بجنيه، لو الراجل مثلا غالي يعني ممكن تكون نص جنيه كمان. بس انا بقى عندي طبعه اصلا في البيت، طبعتهم في البيت عادي. عملت بقى شكل ايه، عملت الشكل ده، المفروض ان انا هكتب اسمي هنا وهقطع دي دلوقتي معاكم. عملت بقى شكل العصفور ده، مكتوب عليه كوك ويز لاف. طبعا يعني لازم نطبخ بحب كده، لازم طبعا لازم. ودي ده انا بقى مش باينه قوي بس ده انا. ماشي، المهم بقى انا هقطعهم. حتى بص الورق اصلا مكتوب عليه من الناحيه التانية، يعني اي ورق اطبعي عليه عادي. انا كده قصيتهم كلهم اهو، هكتب بقى اسمي هنا والسطور التانيين اهو. ماشي، انا هختاريهم ابيض في اسود لان انا بحب اللون الابيض واسود. انت ممكن تجيبي تروحي تتباعها برينتر الوان عادي ملون يعني. تمام، حطيها على فريش او على الموبايل وهتتباعها لو انت ما عندكيش طبعا، عندك طبعا في البيت يبقى انت كده سهلت عليكي. دلوقتي بقى هحاول دلوقتي الزقهم على التلاجة. دي بقى كانت بتاعتي وانا صغيره، الشطرنج ده بتاع المغناطيس اكيد انتوا كلكم عارفينه. ده انا حطاه عشان ابني لما بيخش معايا المطبخ يتسلى في اي حاجه لحد لما اطبخ، ففكره حلوه جدا. استنى بقى انظمها عشان انا كنت منظماها. وايه ايه رايكم؟ دي برضو كانت رسمتي ايام ثانويه عامه، كنت رسميها واحدة هندية برضو. شوفوا بقى انا حافظت عليها بقالي كام سنة، حافظت عليها وعلقتها على التلاجة بتاعتي. ودي كمان كانت رسمتي ايام ثانوية عامة برضو، بس مكنتش فاهمة يعني انا كان قصدي ايه بصراحة، يعني مكنتش عارفة دماغي ماشية ازاي. بس اعتقد ان دي، شايفين الكنزتين دول قالي انا كنت عاملهم معلقة، يعني اعلق عليهم الحاجات، كنت نابغة يعني، كان الذكاء بيطلع كده شرارة من دماغي. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. رب يكون عجبك الفكره، فكره بسيطه خالص، هتطبعي اي صوره انت عايزاها ملونه او ابيض في اسود، وهتطبعيها وهتقصيها وهتعلقيها بالمغناطيس على الثلاجه. يا ريت تحطي صورتك علشان ايه، تحسي كده ان المطبخ ده بتاعك بقى وانت مستوليه عليه اصلا. تمام، يا رب يكون عجبك الفيديو. اعملي لايك وسبسكرايب، لايك وسبسكرايب، لايك وسبسكرايب. اهلا بيكي، وتابعوني الفيديوهات الجايه. يلا باي باي.